اهلا بيكم في حلقه جديده من رمضانيات القهوه، والنهارده هنرجع تاني نتكلم عن مسلسل البرنس من اول الحلقه السابعه للحلقه ال14. فلو ما اتفرجتش على الحلقه من اول الحلقه السابعه لحد الحلقه ال14، ما اتفرجتش على الفيديو ده، روح اتفرج على السبع حلقات دي وارجع لي تاني. الا بقى لو انت اتفرجت على الحلقه دي، فانزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول. ويلا بينا نخش نتكلم عن مسلسل البرنس من الحلقه السابعه للحلقه ال14. طبعا لو انت مش عارف قصه المسلسل او انت عايز تعرف قصه المسلسل، ارجع اتفرج على الحلقه الاولى من حلقه البرنس، هتلاقيها برده على الشانل، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن، هسيب لك في الاي اللي هتطلع هنا من فوق. المهم خلينا نتكلم في الاحداث على طول من الحلقه 7 للحلقه 14. في نهايه الحلقه السادسه مع رضوان البرنس ومراته وعياله عملوا حادثه، وبدايه من الحلقه 7 بقى ابتدت الاحداث من جديد. الحلقه خلاص حصلت الحادثه وراحوا اتنقلوا للمستشفى، ومن هنا بدا المسلسل، لان مراته لبنى وابنه سيف الاثنين ماتوا، واللي عاش محمد رمضان وبنته الصغيره مريم. رضوان ومريم هم اللي عاشوا. ابتدت الاحداث بقى اللي هم بعيدة عن رضوان في المستشفى وخلاص تعبان وعمل عملية وكل الكلام ده، الأحداث من بره بقى، إن إخواته الاتنين نورة وعادل اللي هم أحمد داش ومش فاكر الممثلة التانية اسمهم مين، اللي هم نورة وعادل، عرفوا إن إخواتهم هم اللي قتلوهم. لا مش كمان مش بس كده، لا دول هم كمان سجلوا لهم، فاللي هم سجلوا لهم وعرفوا كل حاجة. حصلت حاجة تانية ما كانش حد تخطر على باله أصلا، إن أمهم تعرف، اللي هي سلوى عثمان، سلوى عثمان عرفت ان هم اللي قتلوهم ازاي. هي عبير بتتكلم في التليفون، بتكلم فتحي في المطبخ، يا دوب بتلف لقيت امها في ظهرها بتقول لها انتوا اللي عملتوها، انتوا اللي قتلتوا رضوان وعياله. وفجاه بقى حصل مشهد اوسكار بصراحه من سلوى عثمان، عياط هستيري وتخبيط وترزيع في عيالها، والبجاحه ان عيالها بيرد عليها اللي هو غطي علينا اسكتي ما تتكلميش، لو ما اتكلمتيش مش هيحصل لنا حاجه، وابتدوا ان هم يهدوها ويسكتوها علشان ما يروحوش في داهيه. وبعد ما الاثنين عرفوا ابتدوا ان هم يغطوا على عيالهم ويسكتوا علشان ما يتكلموش، وعيالهم ابتدوا ان هم يروحوا يزور رضوان ويرد رضوان. لكن هنا في حاجه، ان فتحي قرر انه يقتل رضوان في المستشفى، ان هو خلاص انا لازم نخلص من رضوان في الايام دي، لازم نخلص فيه هو في المستشفى، اللي هو راح شال الاكسجين بس الممرضين لحقوه وكل الكلام ده. بعديها بحلقتين كده ولا حاجه رضوان طلع من المستشفى وراح لمراته وابنه في المقابر وكده، اللي هو روح بيته وابتدى يدور اللي هو مين اللي عمل القصه، مين اللي عمل الحكايه دي. هو كان شاكك ان الموضوع بفعل فعل، مش متاكد من اي حاجه، هو شاكك كل ده في شك، كل ده في دايره الشك، كل ده بيحاول يفهم هل الاخوات اللي عملوها او لا. بس هو بنسبه كبيره قريبين هم اخواته اللي هم عملوها، ولما اخواته طلعوا زعوهم قال لهم لو انتوا اللي عملتوها هخلي مش هخلي اللي هيعرف يكفيكم يتفنج عشان هقطع ايده وكلام كده، اللي هو بيبتدي يهددهم ان هم انا ابتديت اعرف اللي انتوا اللي عملتوها. بعديها بشويه جه بقى الصدمه لمحمد رمضان، ان اخواته صغيرين عادل ونوره قالوا له ان هم اللي عملوها، لا كمان دول قالوا له اللي عملوها وسمعوه التسجيل وبعض التسجيل على موبايله. وبعد بعض التسجيل على موبايله رضوان ابتدى يتجنن، رضوان ابتدى بعد ما هم مشيوا ابتدى بقى يدور في كل حته، اللي هو يلاقي اخواته، عايز يلاقي اخواته في اي حته، ابتدى يدور في كل حته، راح لفدوه وكل حاجه عملها عشان يلاقي اخواته، واخواته اختفوا، اختفوا تماما. وبعد ما اختفوا عرفوا ان هم ان رضوان عرف، وان رضوان عرف جابوا عادل ونوره قالوا لهم يسالوهم مين اللي عرفه كل الكلام ده. عادل قال لهم انا قلت لهم على كل حاجه وسمحوا بالتسجيل، خدوا موبايلاته ومسحوا كل حاجه، وخدوا كمان تليفون رضوان، خلى امهاتهم الاثنين يسرقوا تليفون رضوان ويحرقوه عشان رضوان ما يبقاش معاه التسجيل. وبعد دور رضوان ترى اللي هو يدور في كل حته، بس ان رضوان يروح عند فدوى الحته دي بقى هي التركايه اللي حصل عليها، والتركايه اللي اخواته عرفوا يحبسوه بيها ازاي، ان لما راح لفدوى والرجاله بتاعت فدوى جم مسك المسدس منهم وضربهم، وبعد ما مسك المسدس المسدس محدش من بعده مسكه، وهنا مربط الفرس. بعد ما مسك المسدس فتحي فكر فكره ان رضوان اتهجم على فدوى وسرق منها 70,000 جنيه بالاقرار وكان معاه سلاح، وده اللي حصل فعلا. راح حط الفلوس في بيته، ياسر راح حطها في بيته وهو نازل يدور على اخواته، وراح يطمن على اخواته، وراح العادل في بيته حط له الفلوس في بيته وهو راجع. الحكومه خدته، ومشهد عظمه محمد رمضان في النيابه لما اخواته كانوا قاعدين قدامه وبيشهدوا الزور عليه وش الوش، محمد رمضان ما طلعش كلمه واحده بس
كل اكشناته كان تمثيل صامت وبصراحه عظمه، بقى اللي هو خايف قلقان مصدوم بضحكه سخريه، كل الرياكشنات محمد رمضان عملها في مشهد واحد من غير ما يطلع ولا كلمه. ده بيقول لك ان محمد رمضان ممثل كبير جدا، بعيدا بقى عن هو شخصيته الحقيقه وكل الكلام ده، هو مؤدي دور عظمه في المسلسل ده. سيبك من شخصيته، سيبك من اللي بيعمله في الحقيقه، اتفرج على المسلسل واحكم عليه ان المسلسل محمد رمضان ممثل كبير، محمد رمضان ممثل تقيل جدا جدا جدا. ويكفي ان عمر الشريف بذات نفسه قال لك محمد رمضان هيبقى احسن مني ان هو يطلع بالشهاده دي من عمر الشريف، لا دي حاجه كبيره جدا 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 لمحمد رمضان، وده بياكده لنا ان هو ممثل كبير جدا 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 بصراحه محمد رمضان. وبعد اللي عملوه في النيابه وكل الكلام دون بقى خلاص محمد رمضان هيتحبس، ومن بعد محمد رمضان ابتدى هو هيتحبس، حسيت ان في مط من المسلسل، المط بتاع المسلسل ده حسيت ان فيه نوعا ما ملل. الاحداث بعد ما كانت من اول حلقه الاولى لحد الحلقه تقريبا لحد ما رضوان اتحبس، الاحداث سريعه، الاحداث ماشيه بسرعه بسرعه بسرعه، لكن بعد ما رضوان اتحبس تحس الاحداث ابتدت تمشي ببطء بقى، الاحداث ببطء خالص. رضوان في السجن وكل شويه حد يروح يزوره، حد يجيب له اكل، لا مش هاكل، لا مش هاخد العلاج، ويقول كل كلمتين نفس الكلمتين بيقولهم بس بصيغه مختلفه. والناحيه الثانيه اخواته بيحاولوا ياخدوا الورث، فتحي اتلط في موضوع ان فدوى راحت لمراته علشان تقول لها انا مراتك وبتاع، وفجاه فدوى ان ما عندوش عيال، وراحوا للدكتور علشان يتاكدوا هل الموضوع من فتحي ولا من فدوى. وهنا لازم نروح للتوقعات. توقعات بقى، نتوقع مثلا الحلقه لحد الحلقه 22 مثلا ولا حاجه، بس انا توقعي الوحيد او الحاجه اللي انا حاسس ان هي دي اللي هتطلع رضوان من السجن، ان تحصل مشكله كبيره ما بين فدوى ما بين فتحي، وفدوى تقلب على فتحي وتقرر ان هي تطلع رضوان وتجيب له حقه. ده بصراحه متوقعها وحاسس ده تحصل، ان فدوى قالت لفتحي ان لو حصل الموضوع دوت والموضوع من فتحي مش من فدوى، وفتحي كل ده بيضحك عليها، هيبقى الحساب كبير جدا ما بينهم. وده هنا بقى مربط الفرس فعلا، ان ممكن فدوى تقلب على فتحي كليا وتخليه يخسر حقه مثلا، او تطلع رضوان من السجن وتقول اللي هو فتحي اللي لبسه القضيه ولا حاجه. وده بصراحه توقع مميز واللي ممكن يحصل. الحاجه الثانيه ممكن تحصل ان رضوان يعمل نقد وموضوع يطلع ان رضوان ما سرقش اي حاجه، وتحصل مثلا اي حاجه بقى، لو مثلا يبقى في كاميرات في البيت ويبان رضوان ما كانش معاه حاجه، او اي حاجه تحصل وان رضوان يطلع براءه. هو كده كده هيطلع من السجن، بس امتى مش عارفين، هيطلع براءه، هل يطلع بعد المده ما تخلص، محدش عارف، بس هو كده كده رضوان هيطلع. وده توقعاتي وده رايي ومراجعتي للحلقه من 7 ل 14، لان في مط في الحكايه، حسيت ان في مط بقى خلاص. الاحداث هديت، رضوان دخل السجن ولا بره مش عارفين يعملوا ايه، فابتدى في مط في السيناريو ومط في الاحداث. هل الاحداث والمط دون هينتهي بالحلقه مثلا 15 او 16؟ ما نعرفش، بس لحد الحلقه الاربعه من الحلقه مثلا الحلقه ال 12 لحد ال 14 او الحلقه ال 11 لحد ال 14 في مط نوعا ما في الاحداث بتاعه المسلسل. بس في الاول والاخر ده كان رايي انا وكان مراجعتي انا لمسلسل برنس الحلقه السابعه الحلقه ال 14. قول رايك انت في المسلسل، هذا المسلسل فعلا يستحق المشاهده؟ وهل اللي انا بقوله ده يحصل؟ قول لي كمان توقعك في الكومنتس، هل محمد رمضان هيطلع بان فدوى تقلب على فتحي، ولا محمد رمضان هيطلع براه بنقد بقى وهيطلع بعد ما اخلص مده وكل الكلام ده؟ قول لي توقعك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب وتفعل اشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وطبعا ما تنساش تعمل سبسكريبشن تحت. كان معاكم مصطفى، شكرا رمضانيات جديده، سلام.